اليوم نود أن نعرف لماذا نقوم بالمعالجة التقويمية للأسنان. هناك سببان رئيسان أو مهمان لأن نحن نقوم بإجراء المعالجة لأولادنا أو لأنفسنا. السبب الأول والمهم هو الناحية التجميلية. كما هو معلوم فإن الناحية التجميلية لها الأهمية القصوى على الشخص وعلى نفسيته وعلى دوره بالمجتمع. فنحن ننشد إلى أن تكون صورة أولادنا من حيث المظهر، من حيث شكل الأسنان، توضع الأسنان، لون الأسنان بالشكل السليم ولا وما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة على نفسية الشخص في حياته اليومية. السبب الآخر والمهم هو الناحية الوظيفية، أي أن يقوم الفم والأسنان بوظيفته بالشكل الصحيح من حيث المضغ، من حيث علاقة الفكين وأداء باقي المهام اللي هي الكلام والنطق وإغلاق الشفاه والتنفس وباقي المهام المنوطة بالانسجام المتواجد بين الفكين. أتمنى أن تكونوا جميعا بالصحة وعافية. مع التحية.